السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ونحن على ضفاف شواطئ مدينة جدة الجميلة، نرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اللقاء المتجدد. أتينا إلى هنا، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لتصوير هذا اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر محمد العبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، ضيفاً لهذه الحلقة. فباسمكم أرحب فيه أجمل ترحيب ونقول حياك الله يطول العمر معنا. حياكم الله، أنتم اللي عندنا هنا يا مرحبا جدة. عسانا محل عامر إن شاء الله، ويسعدنا أن نلتقي فيك حقيقة الله يحييك في هاللقاء. يا هلا. نبدأ طال عمرك أسئلتنا معاك، والحقيقة يلومونا الأخوان المشاهدين إذا ما ابتدينا في سؤالنا عن سمو الأمير عبد الله الفيصل، وننشدك نقول لعله بخير. إيه لا، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله من أحسن ما يكون. عسى إن شاء الله. المدرسة الشعرية مدرسة عبد الله الفيصل، أنت أقرب المغربين إلى سمو الأمير عبد الله الفيصل، ماذا استفدت من هذه المدرسة؟ استفدت تكويني أساسي. يعني أنا ولد عبد الله الفيصل، عشت في كنف عبد الله الفيصل، فأكيد أنه تأثيره علي أساسي في كل شيء، يعني في تفكيري. في الواحد بيتأثر بوالده ويتأثر، ده الإنسان العادي، فعبد الله الفيصل مو عادي. عبد الله الفيصل شخصية متكاملة، طاغية، جبارة. فأي واحد ما تلو بصلة، مو أنا الولد، ولكن أي واحد عرف عبد الله الفيصل تأثر بعبد الله الفيصل حتى لو كان معرفة سطحية. الشعر وكتابة الشعر سمو الأمير في البداية كنت استشيره في كتابة قصائدك؟ أول قصيدة كتبتها أرسلتها، لأن كنت في المدرسة أيامها، وأذكر أني أرسلت له إياها. نعم. وشجعني عليها، طبعا كانت خربطية يعني ما هي. وكتبت كذا مرة وأرسلت، لكن لما كتبت فعلا الشعر وبدأت، الحقيقة كنت في الفترة هذه كنت بعيد عنه، كنت في سويسرا، وكنت فكان الأقرب لينا وأقرب تابعتنا وذا كان الأمير خالد الفيصل. نعم. الأمير خالد الفيصل هو اللي كنت نستشيره وكنت أوريه وكان يوجهني. الشعر الفصيح، كتبت الشعر الفصيح؟ هي أول قصيدة الظاهر اللي كتبتها، كانت كرة، كانت عن فلسطين، وهي اللي أرسلتها للوالد، كانت بالشعر الفصيح، هي الوحيدة، ولا عاد حاولت بعدها. حافظ منها شيء؟ لا، ما حفظتها الحين عشان أحفظ ذيك الأيام. طيب، ودنا نسمع طال عمرك شيء من الشعر النبطي، من قصائدك النبطي. والله ما عاد أذكرها من زمان الحقيقة، ما عاد كتبت النبطي كنبطي، ومن زمان ما يمكن أذكر بيت أو بيتين. يعني في وحدة اللي غناها عبد المجيد، وتنتين غناها مع عبد المجيد، لوحدة هيهات شوفي الغضي هيهات وموجودة، وواحدة أذكر من اللي قلتها حافظ منها بيتين الحقيقة، اللي هي من موتر انقفى وعيني تخيلة، يوم عرض حبيبي شد قلبي وتله، شفت جيده وخده والعيون الضليلة، من لحظ بالنواظر ما تعدى محله. يعني هذه من الأشياء قديمة من زمان. ما اسمع طال عمرك. حقيقة كان عندي دفتر كل الشعر نبطي حقي، ومع الأسف أني في يعني ضاع ولا عاد أدري وين فيه. أنت تكتب الشعر النبطي وموصل جيد إلى أحاسيسك الشعرية للمتلقي من خلال هذا النوع من الشعر، لماذا سمو الأمير تميل إلى الكتابة في الكلام الغنائي، رغم أن الشكوك تدور حول من يكتب هذا اللون، ويعتبرون من يكتب الكلام الغنائي يهرب من القافية والوزن، مع أنك مبدع الحقيقة في الشعر. القافية والوزن، طيب الكلام الغنائي في قافية وفي وزن، مين قال أن الكلام الغنائي ما؟ أصلاً إذا كان الشعر الغنائي ما فيه وزن ما يتغنى، لأن الوزن وشو؟ وزن هو موسيقى الشعر. يعني طالما ان فيه الشعر موسيقى فمعناه انه موزون، فيه رتم معين، فيه يعني في وزن وفيه قافيه. ما هو الكلام، الناس بيخلطوا بين الشعر المنثور اللي بنقردها والاغاني، والاغنيه اذا كانت ما هي موزونه ما تتغنى، ما تتلحن،
لأنه النغم نفسه، اللحن نفسه موزون، لازم يكون في وزن. يعني اسأل أي واحد بيعمل ده، لازم يكون في وزن في اللحن نفسه. إذا كان ما يتطابق الوزن هذا على الوزن الثاني ما تطلع الأغنية. والقافية سمونها؟ القافية ممكن واحد يعني، بس هي بتختلف العملية، أن لازم يكون في قافية، لازم يكون في سج، لازم يكون في يعني، بس بتختلف عن تركيبها عن القصيدة العمودية. فهل إذا كان على كده، إذا طبق على كل الشعر المنثور هذا، ناس مع أنه ناس بيعتبرونه قمة الشعر، مع أنهم هم ما كتبوه إلا علشان هم الشعر المنثور سمو الأمير، يعني اللي شايفين أنه فعلا ما يربطوا القافية ولا يربطوا وزن معين لكل الأبيات أو كل الكلام. هو في شعر اللي هو شعر تفعيلة أو شعر يربط في تفعيلة، بس هي عدد التفعيلات تختلف من بيت أو من مقطع لمقطع آخر. كثرة المدارس وكثرة ألوان التعابير وناس يعترفون بهذا أنه شعر، وناس يعترفون أنه ما هو شعر. طبعا الشعر له مقومات ولازم يكون فيه قافية ووزن، أنا هذا رأيي شخصيا، لكن طريقة الوزن هي اللي بتختلف من الشعر الغنائي للشعر طيب أيام الشعر العربي وطلعت الموشحات في الأندلس، وده في شعراء كثير اعتبروها ما هي بشعر، مع أن احنا الآن بنعتبرها من أحلى ما وصلنا من أشكال الشعر من التراث حقنا ونعتز بيها. وبترى كل يعني دائما في آراء مختلفة، في الرأي وفي الرأي ضد، وهو من هنا من الآراء المختلفة ومن تضاد الأخذ بيطلع الرأي الصائب، بيطلع الرأي الأغنية بوجهة نظرك هل هي خدمت الشعر أكثر أم الشعر هو الذي خدم الأغنية؟ الأغنية هي من الشعر، والشعر بيعبر عن هو، والأغنية نوع من أنواع الشعر، فما في أغنية من دون شعر، ما في شك. وما في، والشعر ممكن أنه ينقرأ ممكن أنه هذا، لكن الأغنية أساسها الشعر. الشعر النبطي تحديدا؟ لا، هو الشعر النبطي الحقيقة دخل يعني عرضا على الأغنية وتغنى. هي الشعر النبطي هو أو ده كان هو طريقة الغناء في منطقة نجد كلها، هي الوسيلة اللي كانوا يغنون بها، كانوا يتسامروا، ما كانوا يعرفون الأغنية كمفهومها شكلها. الطريقة اللي كانوا يغنون بها الشعر اللي هي النبطي في شكل الدوسري أو السامري أو العرضة أو ده، هذا هو الشعر النبطي. فلما تعممت أو لما تعممت وسائل المواصلات دخلت الأغنية بشكلها اللي معروف في الحجاز والمعروف في اليمن ومعروف في الشام ومعروف ده، وتتجاوبت مع ده. فالشعر النبطي هو وسيلة تعبير دخل، صار يعني صار من أنواع التعبير في الأغنية. تغنى بقصائدك كبار المطربين، لابد أن هناك أغنية معينة تحب تسمعها باستمرار، ما هي هذه الأغنية؟ والله ما في أغنية معينة، لا، بس أنا أقول لك يمكن أنا أسمع شعر أغاني الناس الثانيين أكثر من ما أسمع أغانية، أغانية عارفها وخابرها وعارف مقوماتها، أنا أستفيد من شعر الناس الثانية، أسمع لهم أكثر. نعم. عشان أستفيد منهم إذا كان في فائدة. هبت هبوب الجنة لها قصة معينة؟ إيه، هذيك ظرف معين أيام الحرب، طبعا كلنا صحينا على الخبر المذهل هذا، غزو العراق الكويت، ما كنا مصدقين ولا حد كان يصدق أنه هذا شيء ممكن يحصل. فأنا كنت في باريس أيامها، وكنت شايف أنه الخطوة الثانية، يعني هذا كان رأيي، الخطوة الثانية اللي هيعملها صدام أنه حيخش على المملكة. فالآن لي دور سواء كان بالنسبة للمملكة أو بالنسبة للكويت، إني أساهم. أنا رجعت من باريس، طبعا لي مساهمات في الكلام، هذا دور هذا. وأنا في الطيارة راجع سويته، ذكرت اللي هي هبت هبوب الجنة وين أنت باغيها، هذه كانت مقولة الإخوان
أيام التوحيد، أيام الملك عبد العزيز المغفور له. فيعني كان وقتها كان كويس أنها ترجع مرة ثانية وتذكر الناس، هي ربط بين الماضي والحاضر والتراث والأصل وكل هذا. فالحمد لله يعني نجحت، لقيت صداها ولقيت تجاوبها مع الناس. والحلو فيها أنه هذا شيء يعني يمكن ناس كثير ما نسوه، أنها رجعت وعاشت مع الشباب. أغنية غناها أحمد الجميري تو النهار تو، تعجبك هالأغنية؟ تحب انك تسمعها؟ والله اي والله، هذه الاغنيه يعني الاغنيه هذه نجحت في الاول، بس زاد نجاحها الايام هذه الحقيقه، رجعت مع الناس ورجعت مع ذا، وفي لها طلب كبير الان. هذه اغنيه سويتها الحقيقه في ابها، وكنا في معسكر للنادي الاهلي اذكره، وسويتها ذيك الايام وحنا في ابها، ورحنا للبحرين واستقبلنا صديق عزيز واخ كريم هو الشيخ عيسى بن راشد، وعرفني على الجميري ايامها. والشيخ عيسى طبعا تعرف انه من اكبر شعراء الاغنيه، وعرفني على الجميري وطلب مني الجميري، وكانت كان ما معي الا هي الحقيقه وقتها، فاخذها من الجميري ولحنها وفاجأني بها الحقيقه في الشريط مسجل وذا، الحمد لله يعني نجحت. ما استشارك في اللحن او ابدا؟ ولا كنت ولا انا سمعتها في الشريط مسجله خالص. مقادير يا قلب العنا مقادير. نقدر نسمعها او اذا انت حافظ منها شيء؟ يمكن غيري يمكن يكون حافظها احسن مني. مقادير يا قلب العنا، مقادير وش ذنبي انا، مقادير وتمضي حياتي، مشاوير واتمنى الهنا، على ميعاد حنا كنا وكنا بعاد. والله ما يعني اعذرني، لا تسألني عن شيء حافظها. أخذت شهرة الأغنية أكثر من غيرها، سببها أداء طلال مداح ولا أن نصها وكلماتها عند الناس سهلة؟ شوف في بعض الأغاني يصادفها حظ عجيب ويصادفها نجاح لعدة عوامل تجتمع في لحظة معينة وتسبب النجاح هذا. مقادير كانت وقت كان طلال كان محتجب، الوقت اللي نزلت فيه الأغنية خدمت صح، طلال خدمها صح فانتشرت، خدمت في حفلات كانت في القاهرة، خدمت في ده فانتشرت بين الناس، والناس كانت متعطشة تسمع طلال. والأغنية يعني كل هذا إذا كان الأغنية ما هي يعني فيها عناصر النجاح ما حتنجح. لو غناها طلال مليون مرة ولو جاء ده لازم يكون فيها عناصر، فالأغنية فيها عناصر النجاح. اللحن كان كويس، أداء طلال فيها ممتاز، الكلام أعتقد أنه لا بأس به وفي الوقت وده، فاجتمعت كلها فانتشرت. فزي ما يقولوا الوسط أن الأغنية فرقعت زي ذا وشيء وتفجر. ووردة الجزائرية استشارتك لما حبيت تغنيها؟ هذه وردة الجزائرية غنتها علشان سهرة حق طلال، كانت طلب من طلال انه يغنيها واستساغتها وغنتها الظاهر في ذا، بس هي اساسا عشان في كانت سهرة، بس اصبحت باستمرار تغنيها يعني. اي الناس اخذوها وتسجلت والاذاعات صارت تذيعها. أنت سمو الأمير منظم جدا، هذا شيء عرفت الحقيقة عنك من خلال اتصالي بك لترتيب هاللقاء. هل يا ترى ترجمت مشاعرك إلى قصائد يشملها هذا النظام، ولا أنك متى ما حبيت أنك تكتب الشعر؟ والمقصود هنا هل تكتب من نسج الخيال، أم أنك لا تكتب إلا إذا حضر الحدث أو الدافع؟ لا شوف، الكتابة في حد ذاتها هي ممارسة لنوع أو شيء داخلي دافع يدفعك أنك تكتب، هي تعبير عن ذاتك. أنا بكتب، أنت فلان بيغني، الثالث بيرسم، هي تعبير عن ذات، بيكتب نثر، كل واحد بيعبر عن ذاته بطريقة معينة، بهواية أو موهبة أو شيء ده. فأنا لما بكتب عن شيء أو عن اهتمام. نرجع للموضوع، موضوع اللي أكتبه
الشيء اللي أنا بكتبه. لو إن كل شيء ينكتب أو بنكتبه عن تجربة شخصية كان مشكلة، ولا معها يعني تصير حياتنا الحقيقة متعبة. في أشياء بيفرضها المعنى نفسه، الفكرة، الفكر نفسه، موقف، صورة معينة تبغى تعبر عنها، تعبير، أو هذا بيحد بيعطيك الحافز إنك تكتب. لكن قبل هذا يعني موضوع الأغنية سواء كان موضوع حب أو غرام أو ما نعرف إذا لاز يعني ما هو شرط إنك أنت عايش الحدث، جايز إنه يكون فكرة، جايز إنه يكون ده، لكن قبل هذا لازم أنت تكون في حالة عاطفية أو حالة نفسية معينة عشان تقدر تكتب. ما تقدر تكتب زي ما على هواك ولا في أي وقت. ولا أنا يجيني بعض المرات أقعد أشهر كثيرة ما يطرالي، وأنا في عندي أغنية قعدت يمكن 20 سنة أنا كاتب أولها ولا أنا قادر أكمل. وش هالأغنية طبعا؟ أغنية كغنها عبادي، قلبي بيكلمني عنك. شوف أنا حافظها هذه البيتين، اللي بعده ماني حافظ، يقول قلبي بيكلمني عنك إنك أنت اللي في خيالي، بس آه يا خوفي منك، منك أنت والليالي. يا سلام. البيتين هذه انقفل المعنى عندي خلاص، قعدت فوق 20 سنة عندي. وأكملتها فيما بعد؟ أكملتها بعدين في 10 دقائق. يا سبحان الله. في 10 دقائق. وش السبب؟ جت. وفي قبل وفي أغنية ثانية نفس الشيء قعدت يمكن حوالي 15 سنة 16 سنة عندي المطلع هي. هل كملتها في 3 دقائق أو 4 دقائق؟ هل تؤيد من يقول إنه الشيطان له شعر إذا حضر حضر؟ لا ما هو شيطان، هو الحقيقة تفاعلات نفسية أكثر من هذا. نعم. يعني أنا بقول لك الحين أنا لي فوق السنة ما كتبت ولا شطر ولا كلمتين على بعض، واعتقد انه الاهتمام نفسه ما عاد عندي اهتمام في هالناحيه هذه. لا يمكن يصير في يوم من الايام يرجع الاهتمام او شيء ذا، بس الان ما عندي اهتمام في اني اكتب الشعر. من الشعر؟ وانا يعني انا ماني محترف، ماني يعني انا ابغى اشرح نقطه معينه. تفضل. بعض الشعراء يهمهم، مهم جدا ان الناس يقول عنهم يعترفون بهم كشاعر وكمبدع وكشيء في شخصيتهم في ذاتهم انه شاعر، والاعتراف به، ولذلك بيحاول وبيبذل وبيسوي بيعمل ده انه يبرهن انه فعلا شاعر له مكانته، وهذا شيء فيهم يعني، ولهم الحق ولهم يعني، هذا شيء طبيعي فيهم. انا ماني من هالنوع، انا اكتب الاشياء لنفسي، ما هو بأنه لنفسي أني ما حيقرأها، طبعا بيسعدني لما الناس يقرونها ويعجبون بيها ولذلك بنشرها وبعطيها غاني ولا كان خليتها لنفسي. لكن كلمة أنك تقول أنه فلان شاعر أو مكانته كذا أو ماذا، ماني منافس، عمري ما حطيت نفسي في مجال منافسة، بكتب الشيء اللي أنا بحس به اللي بعمله، إن عجبكم هذا اللي أنا، إما عجبكم فهذا أنا، ما ابغى يعني ماني موضوع اني اكون في مكان، ما يهمني اني اكون كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا كذا، يهمني ان هل انت تقبل هالشيء ولا لا، بصرف النظر عن اي مكان تحطني فيها. بكتب لنفسي الاحساسي لشيء فيني انا، ما هو لانه عشان الناس يقولوا علي شاعر ولا يعترفوا بي كشاعر، عنهم ما اعترفوا، ما هي هالكلمة اللي هي مهمة بالنسبة لي. فلذلك يعني لما يجي واحد، أنا مرة جاني صحفي قال لي فلان قال عنك أنك شاعر كويس، قلت طيب يعني إيش تبغاني أسوي؟ قال لا المفروض أنه يقول أنك مبدع. قلت يا سيدي كثر الله خيره اللي قال أني كويس، أنا لو قال أنه محمد عبد الله ما يعجبني ولا مو كويس أنا حتقبلها منه، هذا رأيه، وجهة نظر ورأيه، هذا إحساسه اللي أنا أكتبه، ولا يهمني انه يقول انه كويس ولا ماني كويس. انا عندي شيء بقوله، والله ان عجبكم والله هذا مطلوب، ما عجبكم سلامتكم. احبك بكبريائي، احبك بكبريائي، وما تقبل في حياتي يا حبيبي مهونة. أحبك بكبريائي
وما تقبل في حياتي يا حبيبي مهونة. تبيني بكبريائي، تبيني بكبريائي، ولا حبي يا حبيبي ما له معنى بدونه. تبيني بكبريائي ولا حبي يا حبيبي ما له معنى بدونه، وحبك بكبريائي. كبريائي هي ذاتي، كبريائي هي ذاتي، هي نظرة نفسي لي. لو أضحي بكبريائي هانت الدنيا علي. كبريائي هي ذاتي، هي نظرة نفسي لي. لو أضحي بكبريائي هانت الدنيا علي. اطلب اللي تبيه، اطلب اللي تبيه واللي ما اقدر عليه. إلا إني لو في لحظة أرخص النفس الأبية وأحبك بكبريائي. لو تراجع في خيالك ما لقيت في حبي زلة، لو تراجع في خيالك ما لقيت في حبي زلة، خذ حياتي، خذ حياتي، خذ عيوني، خذ بقايا العمر كله، ولا تطلب هواني، كل ما في عاني. وش يفيدك لو تشوف في عيوني المذلة؟ لو تراجع في خيالك ما لقيت في حبي زلة، خذ حياتي، خذ عيوني، خذ بقايا العمر كله، ولا تطلب هواني، كل ما فيني يعاني. وش يفيدك لو تشوف في عيوني المذلة، وأحبك بكبريائي. محمد العبد الله يعتبر له دواوين طبعا، ويعتبر من الكتاب البسيطين الكلمة، السهل الممتنع في الأسلوبية يعني. ويمكن هذا سبب يعني كثر جماهيره في ما يكتبه، إن كان بالنسبة لي وإن كان بالنسبة للغير يعني من الزملاء. الأمير الشاعر محمد العبد الله الفيصل، تعرفت عليه في سنة 82 في البحرين، عرفني عليه الشيخ عيسى بن راشد. الحقيقة من أجمل الشعراء اللي تعاملت معاهم، غنيت له أغنية تو النهار. قصتي معاه قصة جميلة جدا، هو أنه أول شاعر احتضني وأول شاعر وقف بجانبي وقفة كبيرة جدا. سمو الأمير أعطى الإذن في أني أنا أسافر إلى القاهرة ونفذ أعمال مرحبا يا عيون، أنا الجاني، كثير من الأعمال اللي في البداية. ذهبت إلى القاهرة، محمد العبد الله أول من وقفني أمام الفرقة الماسية، يعني أنا كوني أجي من جيزان على جدة على القاهرة، الفرقة الماسية شيء كبير جدا، الفرقة الماسية وردة الجزائرية، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، محرم فؤاد، يعني أسماء كبار جدا. كوني أنا أقف صوت هاوي، صوت جديد لسه جاي من جيزان، أقف مع الفرقة، فجزاه الله خيرا، أولا أعطاني الثقة الكبيرة جدا أن أنا أقف مع هذه مع العمالقة ذول. فبدأت رحلتي معه في النجاح الحقيقة، ولو أن أنا مقصر حقيقة، سمو الأمير محمد العبد الله الفيصل له حق كبير عليه. كلنا نعرف، أو يمكن المشاهدين يعرفوا، يا راية العز بالعز خفاقة، يا مصلي زيد النبي صلاة، أنا الجاني، مرحبا يا عيون، لا لا بس خلاص، من أجمل الأغاني اللي غنيتها في حياتي، من أجمل الـ الوقفات اللي في حياتي. محمد العبد الله ما في شك وقف معي كشاعر وكإنسان، حقيقة له فضل كبير، وأتمنى أني أنا أرد الجميل، ولو أني أنا مقصر مع سمو الأمير محمد العبد الله الفيصل، فهو شاعر ذو حس جميل. وكذلك أنا أقولها كلمة صادقة، أنه له فضل كبير جدا على عدة مواهب، ما في موهبة بدأت في المملكة إلا الأمير محمد العبد الله الفيصل من وراها، وهذه كلمة وشهادة أنا أقولها.
في الحجاز بيت عامر بالشعر والعطاء والحكمة والخلق الكريم، بادئ ذي بدء جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، سياسة وحنكة وعقل ورزانة، وشعر وشموخ صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر عبد الله الفيصل، شاعر نابغة حفر بشعره أسما متميزا في ذاكرة الشعر العربي المعاصر. باختصار، إنه محمد العبد الله الفيصل، خلاصة القيادة والعلم والثقافة والأدب والخلق الجم، ولا يستطيع أي باحث أن يمر على سيرته دون أن يشم أنفاس عمه أمير الشعر النبطي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. من مكة المكرمة انطلقت حياة شاعرنا، وتفتحت عيناه بين مباخر الشعر وقوارب الإبداع في جدة العروس. ومع هذا وذاك اكتمل عقده التعليمي حتى تخرج وحصل على البكالوريوس في التجارة، ومارس حياته العملية في الحياة العامة، وامتطى صهوة المناصب حتى كان آخرها وكيلا لوزارة المعارف، ومن ثم تفرغ لعمله الإبداعي والتجاري. يعني في الواقع أنا سعيد جدا بهذا اللقاء والحديث عن سمو الأمير محمد عبد الله الفيصل، حديث ذو شجون، وفي الواقع تربطني بالأمير محمد علاقة وطيدة جدا منذ أكثر من 35 عام، تعاونت فيها معه في أعمال كثيرة، ومن أنجحها طبعا مقادير وأغراب ولا تقول، أنا لي على الغداء في الليل، وكلمني عن الهوى، وحاجات في الواقع كثيرة ما عرفتيني. وفي الواقع نحن اليوم يعني بصدد تسجيل ديوان مسموع لسمو الأمير محمد، حيتضمن كتابه الأخير الذي يشمل مجموعة كتبه الأخيرة إن شاء الله. ما زلنا أعزائي المشاهدين نواصل هذا اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر محمد العبد الله الفيصل. هذا الرجل الذي قمرنا في كل شيء جميل الحقيقة، ونسعد في لقائه ويشرفنا أن نجلس معه ونحاوره في هالحوار اللي إن شاء الله أنه يكون ممتع وشيق بالنسبة لكم. سمو الأمير رحب فيك مرة ثانية، الله يحييك، ونقول لك من الشعراء الشباب يعجبك شعره، وفي من ترى الثبات من هؤلاء الشباب؟ والله شوف، في شعراء كثير هم الحقيقة من ميزة وسائل الإعلام، وسائل أنها أظهرت شباب كثير عندهم الموهبة. فيه الأمير سعود بن عبد الله، أعتقد أنه من أفضل الشباب اللي طالعين. فيه طبعا في ناس ما أدري أعتبرهم شباب ولا مشاهد زي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، هذا ما أدري هو شباب هالحين ولا يعتبر شايب من شباب لأنه طلع بعده ناس، عشان كذا نقول. نعم. طبعا المرحوم الله يرحمه الأمير سعود بن بندر، هذا كان له حضور غريب بشكل كان ممكن له. في الأمير نواف أسير الشوق، نعم، حقيقة الولد هذا طلع حلوة مرة، فيه براءة في تعبير، وتعجبني أنا شخصيا. تابع طال عمرك أعماله؟ اي والله تابع أعماله وتابع مخاوته، إن شاء الله يستمر، بس لا يضيع، يعني يكون نواف، لا يحاول إنه يكون غير نواف، يحاول يحتفظ. أنا قاعد هالحين أنصح فيه، وما أدري اللي حق إني أنصح، بس لما أشوف موهبة ودي إنها ما تضيع، لا يضيع في الدروب، يكون نواف، يكون البراءة هذه اللي في تعبيره وفي كلماته، وفي لا يفقدها بسرعة، لا يحاول إنه يتلعثم أو يحاول يكون شيء ما هو لايق عليه. نعم، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. نعم. الشاعر في هذه الأيام يحتاج إلى مسألة حظ في عملية نشر قصائد،
في الصحافة، لأن الصحافة مع الأسف الشديد سمو الأمير هالأيام أصبحت رهينة للمجاملات والبهرجة أشخاص أو شعراء معينين. ماذا تعني لك الصحافة؟ وهل أنت من المحظوظين معها؟ لا الصحافة والله شوف أنا محظوظ، يمكن يستحون مني لأني شايب، ويستحون مني ويجاملوني كثير الحقيقة، مع أني أنا ماني بجاملهم. وعلاقاتي بالصحفيين الحقيقة ما هي قد كده، لأني أنا إنسان صريح، والصحفيين ما يبون لا يقدرون يكتبون الصراحة ولا يتقبلون الصراحة، ولذلك أنا احتفظ يعني بموقف معين من الصحافة ولا أحاول إني، مع أنها الحقيقة خدمتني كثير ولها فضل كبير علي ما أقدر أنكره. ولي صداقات في الصحافة ومع بداياتي، وكانت مساهمة زي الأستاذ عبد الله الجفري والصفحة السابعة، هذه ما أنساها، كانت من خلالها كنت اللي نشأت فيه أو توصلت به للناس، كان عن طريق الصحافة. لكن اختلفت المفاهيم، وإحنا اختلفنا، إحنا كبرنا وشيبنا والأسس اختلفت والأشياء اختلفت، وهذا إذا كان أقدر أقول هو صراع الأجيال. كل جيل يشوف نفسه أنه يستغرب أنه الحاجات تغيرت بعده، يبغى الشيء يدوم له ويدوم له، هذا مو بصحيح ولا حيصير. كل جيل له صحافته، له ناسه، له فنانينه، له طريقته، له كله. المجاملة سمو الأمير، المجاملة في الصحافة أصبحت شيء كثير، يعني كثروها اخواننا. والله شوف يمكن هالشيء، بس تراني انا يمكن اخر اقل الناس متابعه لهالاشياء هذه. نعم. يعني في مجلات فيها اشياء كثيره ما اتابعها ولا اقراها حتى. وانا الحقيقه يعني اقل الناس اللي تقدر تسالهم عن الاشياء هذه، لاني ماني متابع لها الحقيقه، لا الصفحات الأدبية في الجرائد ولا المجلات الأدبية اللي هي طالعة لي كثيرة الحين ما شاء الله. الحين في كذا مجلة عن الشعر الشعبي، وعن هل كثرتها بوجهة نظرك تخدم الشعر، أم أنها الناس يوم من الأيام راح يتشبعون من الشعر وخلاص؟ ما أعتقد أنه في، شوف المهم أنها لا توصل لدرجة الابتذال. نعم. يعني تسمو بالشعر وتنشر الجيد وتناقش الفكر، تناقش ذا بحيث أنه الشعراء الجدد أنهم يلاقون فيها الشيء اللي هم يدورون عليه، تنشر الجيد منهم، تصلح اللي عنده. يعني لما أشوف قصيدة وأشوف فيها عيوب وأشوف فيها مآخذ، وبعدين ألقى ناس يطبلوا لها في الجريدة ولا ذا، خلاص ما عاد أقرأ الجريدة، أعرف إن رأيها. لكن لما يكون فيه ذا أنشر، بس الشيء الخطأ نبه له، عشان في صالح صاحب العمل نفسه أنك تقول له ترك مخطئ هنا. يعني النقد لازم يكون مبني على أساس وعلى في صالح العمل، لا نبتذل الشيء، نرتقي به. الأغنية الحديثة والأغنية القديمة، وأنت عاصرت المرحلتين، ما نبي نقول شايب ولكن عاصرت المرحلتين، ما رأيك بما يثار حقيقة حول الأغنية القديمة والحديثة؟ ترجعتني أيام إحنا كما ما طلعنا كانوا يسمونا شعراء الشباب، وإحنا اللي سوينا وفعلنا في الأغنية وخربنا وعملنا ومسخنا وغيرنا. هذا اللي سبقوك. أي اللي قبلنا قالوها، وشايف نفس يعني لكل زمان دولة ورجال، ما حد حي. المهم شوف الجيد حيبقى. نعم. حيلقى اللي، ولكن ما حنقدر لا حنا ولا غيرنا إن إحنا نوقف عجلة التطور. اللي يسمعونه عيالي واللي يستسيغونه واللي ذا يختلف عن ذوقهم، يختلف عن ذوقي، متطلباتهم تختلف عن متطلبات. أنا وقتها يوم ما كنت أنا أسمع الأغنية وذا كان ما في عندنا إلا الروادي، ومتى تطلع الأغنية نسمعها من وقت لوقت. الآن الأغنية تطلع تموت في بعد أسبوع، لأن طول هالأسبوع تتردد في كذا قناة فضائية، في الروادي، في كل مكان. أنا أسمعها في اليوم يمكن 5 أو 6 مرات نفس الأغنية، نفس الأغنية، فما يمكن أنها تعيش الأغنية إلى ما لا نهاية.
الناس يشوفون يقول لك ايه تنتهي الاغنية بسرعة، اكيد لان وسائل النقل اختلفت. انا من اول كنت اتشفق اسمع الاغنية. لما جت الاسطوانات ما ادري ان كانكم تذكرون الاسطوانة اللي كانت في ما ادري انتم لحقتوا عليها ولا لا. انا ما لحقت ولكن اسطوانة في السيارة هذه نشرت الاغنية وصار الواحد يقدر يسمعها كذا مرة لانه عنده يحطها. بعدين جاء الكاسيت وتطور هالحين مع التلفزيون ومع ده يعني صارت شيء مخيف. الأمير محمد العبد الله الفيصل حينما يعيد للذاكرة صوت الفنان طلال مداح ويغني مقادير يا قلب العنا مقادير، أعود إلى ذلك السؤال القديم، لماذا لم نعد نسمع لشاعرنا أغنية كمقادير تحبب إلينا الحزن وتنقلنا إلى مستوى الشعر عكس ما يزعجنا في الأغنية الآن؟ لو أردت الحديث عن الأمير محمد العبد الله الفيصل بودي أن أطلق عليه اسم، وهذا مني أنا بأنه وريث الشعر، لأن ابن عبد الله الفيصل القائل خيرك الغيري والعنى والشقالي والمشكلة أني عارف إن كل الأحوال أرمي بحالي في بحر كزلالي وترميني أمواجك على يابس الجال. وجد هو الملك فيصل القائل يقولون رجال العرف لا منك وليت الداب، لا منك قطعت الرأس ما عشان الأذنابي. ومحمد عبد الفيصل هو صاحب أغنية مقادير الذي استطاع أن يتخطى حاجز مجلس التعاون إلى المستمع العربي. ولكن لنا عتب على محمد عبد الفيصل ابتعاده عن الساحة الفنية في هذه الأيام وهي بحاجة إلى أمثال محمد عبد الله الفيصل. الفيديو كليب اللي هالأيام يعجبك وتركز في شاشة التلفزيون مع الأغنية؟ والله فيه يعني فيه كليبات تعجبني، فيه كليبات ما لها سنة عبد. فيه كليبات بس في أغاني أصلا كلها ما لها سنة الحقيقة، ما تعجبني كلها ولا أغير المحطة الحقيقة. لأنه أصبح وفيه كليبات لا معمولة صح. أي نعم يعني بالعكس فيه ما هو عندنا الحقيقة في الخليج. الخليج جيب ناسي يطقون يغنون وجب لك بنتين وذا وخلاص صار كليب. نعم. طالع يا أخي طالع شوف قديش يصرفون قديش يفكرون قديش يدورون على فكرة للكليب في الخارج في برا. وبدأوا الإخوان الحين حتى في مصر ولا في لبنان بدأوا يطوروا الكليب حقهم بحيث أنه يكون شيء حلو. ماذا تعني جدة لمحمد العبد الله الفيصل؟ والله ما هو يعني جدة، أنت لو درست في الجغرافيا يقول لك الناس اللي على السواحل يتطبعون بالمدن، واللي داخل البلدان لهم طبع مختلف. فجدة تمتاز بالرقة بالشفافية الحقيقة في طبعا البحر الجو بتأثر على الواحد بتأثر على ماذا يعني لك شفافة جدة البحر؟ البحر يعني البحر فيه جمال وفيه عمق وفيه خوف وفيه خطر وفيه أمان وفيه كل شيء. كيف عالم آخر زي ما في العالم حقنا في عالم آخر في البحر. وقت فراغك كيف تقضي؟ والله الحين ما عاد في وقت فراغ مع الشغل مع العمل مع النادي مع مسؤولية الواحد ما عاد في عنده وقت فراغ. في هوايات معينة تمارسها؟ كانت لي هوايات تركتها. ديوانك الجديد ماذا يعني لك؟ ديوان الأخير هذا صار عليه الحقيقة مشكلة، هو مو ديوان الحقيقة يعني ما هو كتاب جديد. أنا طبعا آخر كتاب آخر ديوان نزلته اللي هو الأخير سميته الأخير كان الرابع من أول همس القلوب رسائل المحبة دروب الليالي والأخير. فكتبت بعد الأخير كم قصيدة من هذه، ففكرت أني أجمعها كلها. أجمع الكتب هذه كلها الأربع دواوين السابقة مع الشيء الجديد. هذا في الخامس ديوان الجديد يعني سميته آخر المشوار. آخر مشوار ولا المشوار الأخير والله ما أدري هالحين هو واحد منه.
وحيكون آخر نشر لي. الدواوين هذه أكثرها أو يمكن كلها نفذت الحقيقة راحت. نعم. إذا طلبنا منك أنك توجه رسالة إلى من توجهها؟ رسالة أوجهها للشعراء الجدد. ماذا تقول لهم؟ أقول لهم أهم شيء الاقتناع. الاقتناع بأنه عندك شيء تقوله. يعني اللي بيكتب للشهرة واللي بيكتب لأي شيء ثاني هذا حيكون زي الفقاعة وحينتهي. لكن اللي بيكتب اللي مقتنع إن عنده شيء ومقتنع بالشيء هذا استمر واكتب وصر واسمع وصلح. يعني ما يجوز انه ترتكب اخطاء تصلحها، لكن ثابر المثابره وحتوصل. ولا يهمك الكلام اللي قال التحطيم، في كلام نقد وفي تحطيم. النقد مطلوب، التحطيم لا يهمك. خليك زي الصخره، الصخره اذا ضربتها بالخشب تكسر عليها الخشب. هنا احنا نشكرك جزيل الشكر سمو الامير، الله يحييك، ونتمنى لك الصحة والعافية، ونتمنى أن نلتقي معك حقيقة. الله يحييك. أيوة. هل هناك سؤال معين تتمنى أنك تسأل يوم الأيام؟ لا والله ما أبغى أفتح لكم مجال. نعم. يعني أنتوا دورون كان لقيتوا، ولا أنا ما أفتح لكم مجال. في لغاتنا الأخرى إن شاء الله أن نقدر نوفي الحوار حقه إن شاء الله. شكرا لك سمو الأمير. الله يحييك.